حبيباتي، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليك؟ لاباس عليكم كاملين؟ راكم كلكم بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. اليوم كتشوفوا شنو حاطه لنا فوق الطبله، شنو بغات تقول لنا هاد السيده هذه هاد النهار. المهم انا البنات ديجا قلت لكم راني داخله في الدايت الكيتو، يعني انا في واحد الريجيم سميتو الكيتو دايت. الا كنتو كتسمعوا بيه واللي ما سمعش بيه يمكن له يدخل لجوجل ولا اليوتيوب، غادي يلقى مجموعه ديال الفيديوهات كتكلم على هذه الحميه. هذه الحميه كتعتمد بالدرجه الاولى 75% ديال الدهنيات. يعني غتقولوا ناري 75% ديال الدهنيات؟ اي 75% ديال الدهنيات وكتنقصي واخا كتاكلي الدهنيات بزاف. كانت عندنا واحد الافكار خاطئه كنقولوا بان الا كلينا بزاف الدهنيات غنغلاضوا. نو، راه السكريات هي اللي كتغلط ماشي الدهنيات. انا كنت خاطئه انا بحالي بحالكم. اذا هذا كويز ديال اتاي بالنعناع والويزه حبيباتي، ما شهيتكم فيه. كويز ديال اتاي مغربي غزال بلا سكر، مساس خاصو السكر. انا كيعجبني مساس وكنشربو مساس. وهذا الفطور ديالي دابا البنات، راها تكون يمكن الوحده ونص ولا جوج قبل ربع. انا نشوف الساعه ونقول لكم. اذا حبيباتي دابا راها الجوج، يعني الوحده و 56 دقيقه، يعني الزوج ديال نص نهار قل 4 دقائق. عاد غادي نفطر انا البنات، وديجا شربت بحيت نط من النعاس، ماشي عاد دابا نط من النعاس، لا نط مع ديك 9 ونص بحال بحال كاع الناس اللي راهم في عطله. وبسم الله بعدا ما شهيتكم في هذا الشيء ونقول لكم شنو كاين هنا. شربت كاس القهوه كحله مسوسه. انا كنشرب دوك الدوزيت دوك الكبسولات، عمرت الغراف ديالي يعني الفنجان ديالي بسميتو بالقهوه مسوسه كحله، ودرت فيها معلقه ديال الزبده بلديه ورويس معلقه ديال القرفه. هي البنات باش كنفطر ما كناكل معها حتى حاجه، يعني كنكون انا في صيام متقطع من 6 د العشيه د البارح حتى ل 2 ديال النهار اليوم عاد كنفطر، يعني عاد كناكل ان صح التعبير. كندير دايت الكيتو مع الصيام المتقطع باش كيعطي دغيا النتائج حسنه دغيا فيد في البنات. انا فقدت 9 الكيلو في ظرف 3 ديال السيمانات. اللهم لك الحمد، الحمد لله، وكنحس براسي خفيفه ونشيطه ومازال شابه. المهم حبيباتي بغيت نقول لكم شنو عندي هنا في الفطور. عندي واحد الخياره صغيره مقطعه بلا ملح بلا حتى شي حاجه، وعندي طريف ديال المصدام ديال الفرماج، وعندي واحد 8 ديال الزيتونات خضر، وعندي 3 د البيضات بلديين مسلوقين معاهم واحد المعلقه عامره ديال الطحيني. الطحينه او الطحيني هي جنجلان محمص ومطحون مع زيت ارغان، كنخلطهم ودرت هنا معلقه البنات وكناكلهم. هذا هو الفطور ديالي اليوم، هادشي اللي بغيت نفطر. يعني كل انتينا حره شنو تفطري، غير تكون النسبه ديال البروتينات قليله والنسبه ديال الدهنيات تكون كثيره. انا هاد المعلقه ديال الطحيني راه عامره دهنيات تبارك الله، الى الدهنيات اللي في البيض الى الفرماج اللي راه تما مصدام دهني حيت فيه الدهنيات بزاف مصدام. اذا هذا هو الفطور ديالي ديال اليوم البنات. تتوصل ديك السته غادي نتغدى، غادي نصور لكم الغدا ديالي ديال اليوم. اذا اليوم راكو اليوم كامل ديال الكيتو دايت غنصوروا لكم حبيباتي. بغيت نشرح لكم شويه شنو هو الكيتو دايت بالنسبه للناس اللي ما كتفهمش شنو هو هذا الريجيم. هذا الريجيم البنات كيف قلت لكم سابقا كيعتمد على الدهنيات اكثر من البروتينات، والكربوهيدرات كتكون غير 5%، يعني 75% ديال الدهنيات اللي كتاكلي في اليوم، و 30% كتقسمي 25 ديال البروتينات و 5 ديال الكربوهيدرات. وما كناكلوش الخبز، وما كناكلوش جميع انواع ديال الباط المعجنات، وما كناكلوش الارز، وما كناكلوش البطاطا، والخزو كناكلو نص خزويه في اليوم، يعني اولا في 3 جوغ يعني فيها السكر البنات. ما كناكلوش جميع الفواكه، ما كناكلهمش الا البلوبيري الاسود والبلوبيري غوج، يعني الفرومبواز والفخاز، هادو ثلاثه. وكاين اللي دخل البابايا من بعد 3 شهور 4 شهور يمكن لك تدخلي بابايا وتدخلي البامبلوموس من الفواكه. اما داك الدلاح وداك البطيخ غير سيا حبيبتي في هذا الصيف هذا، يعني راني محرومه من الفواكه نهائيا، ما كناكلهمش نهائيا. حتى الفرومبواز
ما كاينش في السوق حنا عندنا، وما كاينش لا فريز في الكونجيلاتور، ما خبعتش، ما جمعتش. عندي شويه الفرامبواز، هو اللي كان مره كندخل شويه الفرامبواز في الكاب كيك او في العصير مع الحليب ديال الكوك او حليب اللوز. ممنوع الحليب الحيواني. هذا هو البنات الريجيم ديال كيتو دايت، وكناكلوا الزبده راه ما عندك، الفرماج راه ما عندك، كناكلوا شويه ديال الخضار، الخضار الورقيه كناكلوها مزيانه، ناكلوها في الصباح، ناكلوها في الغداء، ناكلوها في العشاء. يمكن الانسان يدير ثلاثه ديال الوجبات، انا كندير غير جوج وجبات في اليوم، بركت عليا ما كيجينيش الجوع البنات نقول لكم الصراحه. والماء شربي بريسك 3 لتر اللي كنشرب في الماء في اليوم، مجموع مع الماء مع الشاي مع القهوه مع العواصر، يعني بريسك 3 لتر ديال الماء. اذا حبيباتي هذا هو الرجيم ديال الكيتو دايت. الا انت مستعده تفقدي بغيتي تفقدي الوزن بواحد الطريقه صحيه وبواحد الطريقه اللي ما كتحسيش بها بالجوع وما كتحرمين حتى شي حاجه، انا صورت لكم البراونيز، هذيك الكيكه كناكل الكيكه، كندير كيكه عاديه بالسكر ستيفيا، كندير بلاص الدقيق، كندير دقيق اللوز او دقيق الكوك، يعني هادو هما اللي مباحين، او دقيق القرقاع على حساب كل واحد. الكاوكاو البنات فيه الفات فيه الكربوهيدرات بزاف، اذا حنا الكربوهيدرات ما خصناش، خصنا غير 5% اللي ندخلوا للجسم ديالنا في اليوم، ما نتعداوهاش. بحال انا كناكل خياره في اليوم او نص خياره سا ديبو، وبعد مرات ما كناكلش الخيار، كناكل الخس. وخصك تاكلي نص مطيشه في اليوم، ما تفوتيهاش نص اولا دوك الطوماط سوغيس ثلاثه الحبيبات. اذا هذا هو الفطور ديالي البنات، غادي نفطر ونكمل معكم الحديث ديالي ونصور لكم اليوم كامل ديال كيتو دايت. يلا حبيباتي انتم معايا، حقكم في الجنه الغزالات. هذا الغداء ديالي، قلت لكم غادي نوريكم الغداء، غادي ندير شويه ديال الضو، شي بالكم شنو درت هنايا. درت هنا البنات باذنجانة قليتها في الزبدة وزيت البلدية، شوية د الخس محطوط ما فيه والو، شوية د الخس ما فيه والو، وواحد باذنجانة وحدة مقلية بالزبدة. هادي هي الزبدة اللي كنديرها البنات أنا ديال البقر، هادي ديال باسكوال أوريجينالي. ودابا هنا درت شوية ديال اللبن، حمرتو درتلو شوية ديال الإبزار والملحة، وسميتو ودرتلو الزبدة هنايا والصوجة، غادي نقليه مزيان يتحمر، هو كيتحمر البنات، غادي نحمرو في هاد الصوجة صافي. هذا هو الغدا ديالي مع المايونيز. هنا درت نص بسباسة مع واحد طري صغير ديال فلفلة حمراء، وهذا داك الورق ديال البسباس هو درتو هنا، درت لها الفينيغ هو داكشي لاصوص ديالها، غادي نزيد لها شوية ديال المايونيز صافي. هذا هو الغدا ديالي البنات، غدا وعشا، يعني ما غاديش نزيد عاد ناكل، هذا فيه غدا وعشا، فيه البروتينات وفيه صافي سالا. هذا اذا فيه البروتينات وفيه 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 الدهنيات وفيه الكربوهيدرات، يعني هاد الكربوهيدرات هادشي اللي كليت نهار كامل، 5% ديالي انا خديتها، والفات راه مقلي هادشي في الزيت يعني والزبده، راه كاين بزاف ديال الدهنيات. غادي نزيد له لاصوص، نزيد له المايونيز. المايونيز البنات كندير هادي ديال اسبانيا، ما عرفاش عندكم حتى نتوما ولا لا، غادي نوريها لكم البنات. باش ما تقولوش شنو كدير ولا شنو كتفعل، غادي نحاول نوري لكم. هادي البنات اللي كندير انا كيم، هادي اللي كندير انا هي اللي درت هنا، عمرت واحد غادي ناكلها مع هذا الشيء اللي هنايا، وهذه غادي نزيد لها عاوتاني شويه من هذه، وحنا ساهلين وحنا ناضيين، لان ضروري يكون عندك الدهنيات بزاف في سميتو في الماكله ديالك، يعني كنديروا شويه ديال هذا ديال المايونيز هنا، غادي نزيد شويه هادي حيت ضروري خصك تاكليها بمايونيز بزاف صافي. البنات هادي الشلايضه ديالي غادي نحطها تما حتى هي، وهادي هي الوجبه ديالي، من بعد نوريكم في الطبق. اذا حبيباتي هو هذا طبقي لهذا اليوم، راه تبارك الله كناكلو حتى كنشبعو، هاد الريجيم هذا
كناكلو حتى كنشبعو وكنضعفو، لان كتولي تاكلي غير واحد الجوج وجبات في اليوم، كتنقصي وجبه وكتصدقي واكله وشابعه هانتوما، واكله جميع الاحتياجات ديالك من الخضار واللحم وكلشي. والدهنيات اللي هنايا راها كثيره، كاين المايونيز، كاين الزبده البلديه اللي طيبنا فيها الدجاج، كاين الزبده البلديه اللي قلينا فيها الدنجال، وكاين المايونيز اللي كاينه في الشلاضه. يعني نسبه الدهون راها 75%، و 5% ديال الكربوهيدرات هي هذه، هي شويه الخضره ديال المطيشه ديال الفلفله الحمراء. ما كايناش مطيشه اليوم، ما كليتش كاع مطيشه، درت فلفله حمراء حلوه، ونص ديال البسباسه قطعتها رقيقه رقيقه، وشويه ديال الغريق، واحد الربعه ديال الخصيصات صافي، واحد الدنجاله وحده. وهذا الدنجال يعني هو المنصوح به في هذا الكيتو، هو والقرعه وهذا الشيء ديال البسباس والفلفل، يعني منصوح به. انا جمعت جوج وجبات في وجبه واحده، لان كنخصنا نتغداو ونتعشاو، انا ما كنقدرش نتعشى، دونك كناكل وجبه كامله مزيان كيشبع بها الجسم وكنحبس. وغادي نوريكم الشاي البنات اللي كنشرب بعد الاكل، لان كيحرق هائل مزيان، نوريه لكم باش تستفدوا منه نتوما. كنشري هذا البنات، هذا البنات شاي اخضر، جرين، كتشوفوا جرين، شاي اخضر تيفر ايبيس اوريونتال. شنو في هاد لي زيبيس؟ فيه القرنفل، وفيه سكينجبير، وفيه حبه الهيل، وفيه الباديان، هادو كاملين البنات، وفيه شويه ديال القرفه، كاملين في هاد لاتاي. هو زوين، الطعم ديالو رائع، وكتحسي بالحروره، ومنكه بالقرنفل غزال، وكيجي فحال هكا، فحال لي بطون في خنيشات ديال التوب البنات. انا كندير وحده هادي في بريريت ديالي داتاي، كيهز ثلاثه ديال الفناجل كنشربهم كاملين، ما كنسخاش بيه، ما كنشبعش منه، حيت بنين بزاف وحارق للدهون. يعني في الليل شربي منه، في العشيه شربي منه، في البوز كافي شربي منه، يعني ما تخافيش، بلا سكر البنات، بلا سكر دائما، انا بلا سكر ما كنستعملش، واخا ستافيا ما كنستعملهاش، كيعجبني نستعمل هذا الشاي بلا سكر، ولا كنستعمل لي بطونات ولا الشاي العادي اللي ما يلقى. هذا راه كاين في مرجان البنات، كاين موجود في مرجان شي 22 درهم ولا 25 درهم، ما عرفتش شحال كيدير، المهم ابوبري ما علينا. اذا هذا الشاي انا كيساعدني بزاف حرق الدهون، والحمد لله راني غدا في واحد الاتجاه جيد جدا. 15 اليوم ونقصت فيها 9 الكيلو، راه ماشي سهله. اذا دابا الاسبوع الثالث غادي نبدا، راني باديه في الاسبوع الثالث ديال الكيتو، والحمد لله توالفتو، كنشبع البنات، كنتقن بربلاده، وما كيغريني حتى حاجه السكر، حيت عندي راه درت لكم براونيز ديال سميتو ديال الكيتو، ودرت لكم الشيكولا ديال الكيتو، يعني ما كتحرمي حتى من حاجه، حتى من حاجه ما كتحرمي منها الا الفواكه. الفواكه عندك البلوبيري، وعندك الفخاز، وعندك لي فرومبواز روج، هادو كاملين راهم زوينين، تاكلوهم منهم وديرهم في المادلين، في الكيكه، ديروا منهم في لي غلاص. عاد ندير لكم غلاص ديال 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 السيتوجين، واللي بغات تمشي معايا في هذا التحدي وتستمر معايا تبقى تشوف، انا ندير لكم كل مره شهيوات من هذا الشيء اللي كناكل انا في الكيتو. يلا حبيباتي، مع السلامه، شهيه طيبه للجميع، سلامه.